السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة في عملية إخراج وتنسيق الصفحة في إكسل، ونقصد بهذا موضوع إدخال رأس وتسجيل الصفحة اللي هو الهيدر والفوتر. طبعا إدخال الهيدر والفوتر في صفحة إكسل بيكون بيضفي نوع من الجمال والاحترافية لما تعرض شغلك، أو في مثلا أرقام الصفحات في الوقت أو التاريخ، أو في لينك لموقع الفايل أو لوجو الخاص بالشركة بتاعتك. فكل ده هنتعرف عليه في هذا الفيديو إن شاء الله. طب إزاي ببدأ في القصة دي؟ بروح على البطن الخاص بالانسرت، بعدين بلاقي يا اما الاقي هنا في حاجه اسمها الكابيتال ليتر A تكست، لو دوست عليها يظهر لي الهيدر اند فوتر، فبيظهر اوتوماتيك قدامي ثلاث خلايا. الخلايا دي بيقول لي دخل اللي انت محتاج تدخله فيها من بيانات. أول ما يظهر الهيدر ببص ألاقي في عندي قائمة ديزاين بقت أكتف، وبقى فيها مجموعة من الوظائف اللي أنا ممكن أشتغل بيها في إدخال الهيدر أو الفوتر. فأول حاجة لو بدأنا من اليسار، طبعا هنا لو دوست على الهيدر بيطلع لي بعض الإمكانات اللي أنا ممكن أدخلها على طول، والفوتر نفس الكلام. الهيدر طبعا اللي هو بيبقى في رأس الصفحة، والفوتر اللي هو بيبقى فين؟ في أسفل الصفحة. فالهيدر بنحطه في الجزء الأعلى من الصفحة، الفوتر بيظهر في الجزء السفلي من الفتحة الصفحة. لو أنا حبيت أحط حاجة في أسفل الصفحة فبسميها الفوتر. طيب نبتدي، لما بدوس على مكان الهيدر بيبتدي يظهر لي القائمة اللي انتوا شايفينها الخاصة بالديزاين ومعاها الفانكشنز اللي انا ممكن اشتغل فيها. فنبتدي مثلا بالبيج نمبر، ممكن عايز ادخل رقم الصفحة فبدوس على البيج نمبر فظهر لي هنا at page. لو انا طلعت بره الخليه ودوست بره كده تتحول الى رقم واحد اللي هو رقم الصفحه. طيب لو رحت الصفحه رقم اتنين اشوف الاقي الكلام ده موجود ولا لا، فبنزل تحت الاقي فعلا حط لي الصفحه رقم اتنين. طيب احيانا لو انا عندي صفحات كتير ممكن ما يظهرش او ما فهمش يعني ايه رقم واحد وخلاص في أول صفحة، فأنا ممكن أوضحها أكتر إن أنا ممكن أكتب، لو جيت في الخلية قبل الرمز اللي هو طلعه اللي هو add page أكتب page وأسيب space، وبعدين أطلع بره الخلية تاني أشوف كتب لي page 1. دي حاجة برضو بتبقى مناسبة أكتر. ممكن برضو ان انا لو انا عندي عدد كبير من الصفحات وعايز اعرف الصفحة دي رقم كام من كام، عندي 100 صفحة مثلا ودي رقم 1 من 100 او 2 من 100 او 3 من 100، فازاي ممكن اعملها؟ بروح لحاجة هنا زي ما شايفين number of pages، number of pages اللي هي رقم 2 دي، بدوس عليها. طبعا المفروض بدوس عليها number of pages فبيطلع لي at pages. لو طلعت بره السيل هلاقيها مكتوب page 1 اللي هي رقم الصفحة، و 6 اللي هي عدد الصفحات في الملف، فكده مش مفهومة، فالمفروض ان انا اعدل فيها بعض الشيء. فقبل add pages ممكن اضيف off واطلع بره، هي كتب لي page 1 of 6، معنى كده ان انا عندي صفحة رقم 1 من كام؟ من 6 صفحات. فكده بقت الأمور أوضح شوية. أو في ناس ممكن يقول لك بدل ما أكتب أوف ممكن أنا أعمل
سلاش كده ويبقى بيج 1 من 6 بالطريقة دي. طب ممكن في إمكانيات تانية إن أنا أضيفها في الحقيقة الهيدر. ممكن أنا محتاج أضيف الكرنت ديت، فبدوس على الكرنت ديت وأطلع بره السيل، فبيحط لي على طول النهاردة إيه؟ 3 أبريل 2020. طب ممكن كمان عايز أحط التايم، بس عايز أحطه في سطر تاني، فممكن أدوس على إنتر وأنا داخل الخلية، وبعدين أدوس على current time وأطلع بره، فحط لي هنا الديت فوق والتايم تحت. وطبعا ده هيتغير مع وقت، كل ما أنا شغال في الإكسل والتايم بيتغير هيتغير معايا أوتوماتيك، يبقى وأنا شغال ببقى عارف الساعة كام والتاريخ كام. طبعا لما بطلع بره الهيدر والفوتر بتختفي القائمة بتاعت ديزاين، لما بدوس عليها تاني بتبتدي تطلع لي ديزاين وبتطلع لي الإمكانيات اللي أنا ممكن أشتغل عليها. طب ممكن إن أنا محتاج أيضا إن أنا أضيف الفايل باث اللي هو مكان الفايل، مكان الفايل على الكمبيوتر أو مكان الملف على الكمبيوتر، فبرضو بدوس بوان كليك على الفايل باث، اطلع بره الخليه فحط لي على طول الفايل باس، اوصل له ازاي على الكمبيوتر من على السي يوزرز يوزر دوكيومنت بوك 1. طب في امكانيه تانية برضو زي ما انتم شايفين، لما بطلع بره السيل بتختفي عمليه الديزاين، لما ببتدي ادوس على ستيل خاصه بالهيدر تاني بتطلع لي تظهر تاني الديزاين، ممكن اشتغل مره تاني. ممكن اضيف الفايل نيم زي ما احنا قلنا جنب الفايل باث، يعني ممكن في النهاية أدوس إنتر جوه السيل وأنا واقف جوه السيل، وأروح أدوس على حاجة تانية فيدخل لي معلومة جديدة وليكن الفايل نيم، فهنا جاب لي الباث فوق والفايل نيم تحت. ما عجبنيش الوضع ده عايز أغير الفايل نيم، فبعمل له ديليت وأروح على الشيت نيم مثلا، دخلي ايه اسم الشيت اللي انا فيه، واسم الشيت اللي انا فيه دخله هو هيدر فعلا موجود هنا. طب هل لو انا رحت في صفحة 2 عشان في الشيت رقم 2 مختلف فهيبتدي يظهر لي رقم مختلف؟ اكيد هيظهر لي رقم مختلف حسب الاساينمنت او حسب التعريف اللي انا عرفته ليه الايه الهيدر. في إمكانيات تانية برضو بالنسبة للهيدر ممكن أشتغل عليها، إن أنا عايز أدخل مثلا اللوجو الخاص بالشركة أو بالمكتب أو أي من هذه الصور في التعريف باللي هو عامل الفايل، فممكن أروح على بيكتشر وأنا ده واقف جوه السيل أو جوه الخلية، أروح على بيكتشر وأقول له إيه insert picture from، واختار مثلا اي صورة موجودة على السيستم واقول له اوكي. طبعا هنا كتب لي picture ومش ظاهرة، عشان تظهر بقف خارج الخلية. طب انا قابلتني مشكلة مثلا هنا ولقيت ان الصورة اللي دخلتها كبيرة، فازاي ممكن ان انا اتعامل معاها؟ خدوا بالكم ان انا قبل ما ادخل البيكتشر هنا شايفين كان في ادخال بيكتشر وجنبها في حاجه نوت اكتف مش شغاله، اللي هي فورمات بيكتشر مش شغاله دلوقتي لان انا مش واقف على البيكتشر. لو انا دلوقتي حاليا دخلت بيكتشر في الخليه دي وقفت عليها عملت هايلايت او اخترتها، فبلاقي ان الفورمات بيكتشر ابتدت ايه تبقى اكتف ممكن اشتغل عليه. ففي الوقت ده ممكن ان انا احدد السايز او الروتيشن، ممكن اغير الحجم، شفتها حجمها كبير قوي فممكن اصغر الحجم شويه، ممكن اقول له الاسبكت ريشيو اللي هو يحافظ على النسبه بين الطول والعرض فاعمل لها تشيك بحيث ان ما يحصلهاش نوع من التشوه في الشكل بتاعها، اقول له اوكي فالاقي ان الصوره ايه حجمها اتغير شويه، ممكن يكون مناسب ممكن يكون لسه عايز يتغير تاني، فبروح مره تانيه على ايه على الفورمات بيكتشر، وممكن اقول له ان انا عايز اعمل لها نوع من الروتيشن لو انا محتاج، او عايز اغير الكروب عايز اقص منها من اليمين او من الشمال
ها؟ ده كله من الامكانيات اللي انا ممكن اتعامل معاها في البيكتشر. طيب انا شغال برضو لقيت ان في تداخل حصل بين الهيدر وبين داية الصفحة، زي ما انتم شايفين هنا اللوجو ابتدى يخش في الصفحة، فانا في عندي امكانية ان انا اكبر، ان انا بروح على اليسار خالص وبطلع، فبلاقي هنا ايه السهم اتحول الى سهمين عكس بعض. لو انا عملت دوست، عملت بريس تحت للباتون الخاص بزرار الماوس، وعملت دراج بريس اند دراج، وقعدت اسحبها الى الاسفل، هيبتدي يكبر المساحه المخصصه للهيدر بحيث انها تستوعب الايه المعلومات اللي انا عايز احطها. طيب فرضا ان انا مش عاجبني الفونت سايز هنا اللي موجود في الهيدر ومحتاج ان انا اغيره او محتاج اغير لونه، فانا بعمل سيلكشن ليه او بختاره، وبعدين بروح على ايه الخصائص الخاصه بالفونت والسايز واللون، واغير اللي انا محتاجه. عايز مثلا اخليه لونه احمر، ما فيش مشكله، بلاقيه اغيره. السايز بتاعه محتاج اكبره، محتاج اصغره، محتاج اغير الفونت، فكل ده يمكن متاح في زي ما انتم شايفين اتغيرت الامور هنا حسب الايه الاختيارات بتاعتي. ممكن اعمل باك بحيث ان هي اغير الفورمات اللي انا عملته. في برضو من الامكانيات اللي انا ممكن استفيد منها في الهيدر والفوتر، ازاي اتعامل معاه، زي ما قلنا لازم اروح على ديزاين، ان هو بيديني امكانيات ان انا اعمل الصفحة الاولى بطريقة مختلفة عن باقي الصفحات. خلينا نشوف الوضع الحالي دلوقتي، احنا عندنا رقم الصفحة من كام صفحة، وعندنا الوقت والتاريخ، وعندنا اللوجو في كل الصفحات. لو ننزل صفحة 2 هلاقي نفس الكلام موجود في صفحة رقم 2، نفس الكلام موجود في صفحة رقم 3. طب أنا عايز مثلا الصفحة الأولى تكون فيها نوع من الاختلاف عن باقي الصفحات، فبدوس هنا على إيه؟ Different First Page، أختارها. ففي الحالة دي أبص ألاقي إيه؟ إن الفيرست بيج ألغى الفورمات اللي كان موجود فيها وقال لي أعمل اللي أنت عايزه. فأنا ممكن مثلا هحط صورة، هحط أي معلومات تانية، ولتكن مثلا محتاج أحط مثلا صورة مختلفة، أو محتاج أحط أي حاجة تانية غير اللي موجودة في باقي الصفحات، فممكن إن أنا أحطها وأغير طبعا زي ما قلنا للبيج الفورمات بيكتشر، وأغير الإيه الدايمنشنز بتاعتها أو المقاسات بتاعتها بحيث إنها تكون مناسبة لوضعها في الصفحة. فكده اتغير مثلا الشكل بتاعها. طب اشوف هل ده حصل في الصفحات التانية ولا لا، ابص الاقي الصفحة التانية لا زي ما هي على الفورمات الاولاني، ما اتغيرتش فيها، لان انا عملت ايه نوع من التمييز بين الفيرست بيج وباقي ايه وباقي الصفحات. في برضو امكانية تانية ان انا لو عايز اغير الهيدر او الفوتر في الصفحات الفردية على الصفحات الزوجية، او الصفحة رقم 1 و3 و5 عن 2 و4 و6 وهكذا. فبختار هنا اللي هو different odd and even pages، فدوست على دي واشيل مثلا ال different first page. different odd and even pages يعني هيبقى الصفحات الفردية ليها حاجة والصفحات الزوجية ليها حاجة تانية. هنا الاقي ان هو ابتدي يحط لي الايه هنا ال even page header بقى فاضي، ويقول لي حط اللي انت محتاجه. ممكن اكتب حاجة مباشرة زي ما انا عايز، او ادخل اي حاجة من المعلومات اللي انا عايز ادخلها من فوق، وممكن انا ايه اعمل شيك اشوف قصة حصلت ايه. الاقي هنا اللي هو الاود بيج بقى شايفين شكله ايه الهيدر بتاعه، والايفن بيج بقى مختلف حسب ما انا اخترت بالنسبة لي الايه الاختيار بتاعي بالنسبة للهيدر. زي ما انتم شايفين لما بقف خارج حدود الهيدر بتختفي الايه الديزاين، ولما بدوس على الهيدر
بيبتدي يظهر لي القائمة الخاصة بالديزاين، ومنها ببتدي أختار التعامل اللي أنا هتعامل معاه في الهيدر. في نقطتين تانيين اللي هو الالاين ويز بيج مارجنز، اللي هو بيعمل تنسيق او يعمل ايه، يتابع او يلتزم بحدود الصفحة. فده لو دوست عليه تلاقيه زي ما انتم شايفين بيغير الوضع بتاع الهيدر، بيتحرك يمين او يسار حسب ما انا محتاجه، اختار الوضع اللي يناسبني. هنا زي ما انتم شايفين الاين، شايفين يتحرك ازاي الهيدر، وهنا السكيل ممكن ان هو يغير برضو ايه السكيل بتاع الكتابة اللي موجودة جوه الهيدر أو جوه الفوتر. طبعا الموضوع بسيط زي ما انتم شايفين، محتاج بس الواحد ايه يكون عنده لوجو مثلا معين للشركة، ايه المعلومات اللي هو محتاج يدخلها، وبيتم إدخالها بكل سهولة. وبكده بينتهي الفيديو، وأتمنى يكون بسيط والمعلومة تكون وصلتكم، ونتقابل إن شاء الله في مرات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.